السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تقرير جديد من One Financial Markets ليوم الاثنين 22 من يوليو عام 2019. لاحظنا أن النفط يستمر في تعزيز مكاسبه مع تطور التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي مع إيران، ونلاحظ أيضا أن المستثمرون يترقبون موسم استمرار لموسم أرباح الشركات في الأسواق الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى أي توقعات جديدة فيما يخص السياسة النقدية مما يؤثر على أداء الدولار الأمريكي. في نظرة سريعة على الأسواق نبدأها في زوج اليورو مقابل الدولار، يتداول الزوج حاليا عند 1.1217، أبرز مستويات الدعم عند 1.1211 يليه عند 1.12 تقريبا، أما مستويات المقاومة فهو عند 1.1230 يليه عند مستويات 1.1240 على الرسم البياني للساعة. أما فيما يخص الأسواق الأمريكية، نلاحظ طبعا مؤشر الداو جونز تراجع من أعلى مستويات التي له تاريخية عند 27400، يتداول حاليا عند 27200 بواقع 200 نقطة أقل، أبرز مستويات المقاومة عند 27215 و 27320، ومستويات الدعم التي ارتد منها عند مستويات 27100 نقطة تقريبا. أما عن النفط فكما تحدثنا استفاد النفط من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، نلاحظ بعض التراجعات الكبيرة التي كانت موجودة نوعا ما يغير من اتجاهه، نلاحظ الآن تشكل قمة أعلى من القمة السابقة وتداول فوق المتوسط لليوم عند مستويات 56 دولار للبرميل، أقرب مستويات للمقاومة عند 57.19 دولار للبرميل، ومستويات الدعم عند 56.25 والتي تعتبر القمة السابقة. هذا كان كل شيء لليوم، شكرا جزيلا لكم ولإصغائكم، وانتظرونا في تقارير أخرى.